السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا، الله يحفظك. كي دايرك؟ كلشي بخير الحمد لله. وفاء، وانتي كي دايره وفاء؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يحفظك، كلشي لي بخير الحمد لله. سولفك الخير. الله يسلمك، بارك الله فيك. سعيدة اليوم أنا باش نطلع معك. اوه شكرا بزاف، حتى انا فرحانه بزاف. ويد بليجر، افيك بليزير. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يجعلنا نفيدوا الناس هذه الامسيه. يا ربي امين يا ربي. ان شاء الله كنا كان في انا في كيفاش انا نستفيد. انا كنفيد، انا غنفيد ياكي. انت غادي تفيدينا وحنا نستافدوا منك. لا انا لا منك انت يا انا نستفيد. انا نستفيد ديالك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وي حبيبه ديالي، تقولي لنا شكون انتيا وهذا باش الناس يعرفوك شكون. بسم الله. اذا معك من سوريا البوشيخي. انا ماستر كوتش وثيرابيست، درست بجنيف، عشت بفرنسا بمدينه تولوز مده طويله من حياتي، مغربيه الاصل طبعا. رجعت للمغرب في اواخر 2017، ورجعت على جال ولادي، تزادوا تما، كبروا تما، وقلت بانهم مهم يتعلموا شويه الدين ديالي والعربيه ديالي من ناس اخرين ماشي غير مني انا. تبارك الله، الله يخليك. الله يبارك فيك. اختاريت الرباط محيت فيها ليسي ديكارت، ومحيت مدينه كتعجبني. اما انا اصلي من مدينه وجده. وجده، تبارك الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. ممكن تعرفينا حتى انت بك بالنسبه للمشاهدين اللي متابعيني باش يعرفوا. اييه، سميتي وفاء الدهري. زايده وكابره في السويد. عندي 5 الوليدات ما شاء الله، ومجوجه. ودابا راني ساكنه في المغرب من 2007. من 2007. ما شاء الله. اذا وفاء، اليوم اخترتي الموضوع ديال اليوم اللي غنهضروا فيه شنو هو؟ هي كيف ما انا دخلت انا اللايف هادي شي قبل منك واحد 15 مينوت، وديجا قلت الفولورز ديالي بلا غادي نهضر على واحد حاجه اللي انا مازال كنعاني منها، هي الخوف. اوكي. يعني الخوف كاين بزاف، كيفاش نقول لك، يعني خوف هي عندها بزاف الحاجات، وكل واحد علاش كيخاف. ان شاء الله اليوم انت غادي توضحي لينا شنو هي الخوف، منين يقدر يجي الخوف، واشنو نقدروا نديروا باش نبلوكي داك الخوف ما تاثرش فينا في الحياه ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله. اذا بسم الله نبدا. اذا الخوف هي مشاعر الله سبحانه وتعالى جعلها فينا، وفي الحقيقه الخوف كيحمينا. يعني مثلا حنا ملي نكونوا غادي نمشيو لشي حاجه اللي فيها الخطر، بحال مثلا شي حيوان متوحش ولا شي حاجه اللي فيها خطر، كنخافوا باش نرجعوا للور، وكنخافوا باش نغياجيو، يعني باش نتحركوا باش نغياجيو. ولكن هذا الخوف اللي هو عادي وتيحمي الانسان. الخوف فيه ثلاثه الانواع. هذا الخوف هو عادي ومزياننا ومصلحتنا يبقى معانا. كاين الخوف المرضي. الخوف المرضي هو هذاك الخوف اللي كيجعل الانسان ما يقدر يدير حتى شي حاجه. يعني الانسان راه كيتعذب في العمل ديالو وكيخاف يبدل العمل، لانه يقول لك غنبدل العمل ديالي، نمشي نطيح في ناس اخرين ماشي مزيانين، ولا في شي مسؤول ماشي مزيان، ولا وكيبقى يعاني في داك العمل ديالو. وكنلقاو مثلا زوجه كتعاني مع الزوج ديالها، وعندها واحد الخوف انها تشوف حياتها بطريقه اخرى مختلفه تماما، لانها كتعاني في هذاك الزوج ديالها، ولكن الخوف هو اللي مكبلها. اذا هذا الخوف اللي كنسميوه حنا الخوف السلبي، هو الخوف اللي ما يخليش بنادم يحقق الاهداف ديالو. ديما الانسان يكون حاط واحد الليسته ديال الاهداف ديالو، وكل ما يجي باش يزيد القدام تلقى راسه باقي في بلاصتو، ولا بالعكس رجع للوراء. علاش؟ السبب هو الخوف. وهذا الخوف اللي كنقولوا حنا خوف سلبي، هو اللي وراء هذيك لا كونفيونس دو سوا، يعني عدم الثقه بالنفس. الناس اللي ما عندهمش عدم الثقه بالنفس، علاش؟ لانه خايفين من انه يديروا شي حاجه ويحكموا عليهم احكام، ولا الناس يقولوا فيهم شي حاجه ماشي هي هذيك. اذا عدم الثقه في النفس الاساس ديالها هو الخوف. الناس اللي عندهم الخوف دائما اللي كيجيني وكيقول لي عندي عدم الثقه بالنفس، ما كنخدمش على عدم الثقه في النفس، كنخدم على الخوف.
اللي ما عندوش تقدير الذات. ما معنى تقدير الذات؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقني أنا هنا، ولكن أنا كنشوف راساتي هنا، كنشوف راساتي قل، كنشوف راساتي ما نستحقش، دائما كنسبق الآخرين عليا أنا. إذا لا هنا شنو السبب؟ الخوف، كنخاف الناس تحكم عليا، كنخاف الناس يقولوا عليا كلام ماشي هو هذاك، كنخاف ما نكونش في المستوى، كنخاف ما نقدرش ندير هادي، كنخاف الناس ما لو كندير شي حاجه ما تحبنيش الى غيره. اذا هذا السبب ديالو هو الخوف والتعلق. الناس كيمشيو يقلبوا على التمارين ديال التعلق ويبداو التمرين ديال التعلق. التعلق هي انا متعلقه بشي واحد، يعني فهمتيني؟ المراه اللي تعلق بالزوج ديالها، يعني مثلا المراه لو كانت ما تفكر هي راه كتعاني ولكن معلقه به، ما كتفكرش ابدا انها دير شي حل واحد اخر، لان عندها تعلق. وكاينين حتى الامهات ملي كيربيو ولادهم كيربيهم بتعلق، يعني ديما قلبها خايف، ديما ولدها اللي كيدير واخا يكون عنده ان شاء الله 25 سنه كتعاملو هي كما كتعامل شي واحد طفل صغير. علاش؟ لانه عندها تعلق. وكتلقاي مثلا الفتيات اللي ما كيتزوجوش اليوم وكي يعني كتلقاها ما شاء الله عليها زوينه، عندها عمل رائع، يعني عندها درسات، عندها بزاف د الحوايج، ما كتقدرش تتزوج لانها متعلقه بالرجل، متعلقه بالزواج. اذا هذا الشيء كامل في الحق ما نبحثوش التمارين باش نحيدوا ذاك التعلق، وما نخدموش على هذا الشيء كامل، يعني نمشيو ديريكت للخوف ونحيو الخوف. اذا الخوف علاش كيجينا؟ كيجينا الخوف يا يعني اما كيجينا من الصغر. انا كنت درت واحد الكورس ديال الخوف، وصلنا لواحد التمرين وقلت لهم الان راكم عارفين المخاوف اللي عندكم، مثلا عندكم 10 د المخاوف، دابا بغيتكم تقولوا لي هاد المخاوف شكون واحد في العائله ديالكم اللي عنده هاد المخاوف. تصوري وفاة تقريبا 100% ديال المجموعه اللي عندنا ديال تقريبا 150 شخص كلهم المخاوف ديالهم جايه من الوالده. الا كانت الوالده عندها الخوف راها بطريقه غير شعوريه، بطريقه غير اراديه، بطريقه غير واعيه كتصيفطوا لولادها، كتزرعوا في ولادها. لهذا احنا دائما كنقولوا للامهات كتشوفي ولدك خايف ولا بنتك صغيره كتخاف، راه عندك حتى انت الخوف، خصك تخدمي انت على الخوف وتحايدي ولادك غيكونوا مزيانين. اذا الخوف يا اما كيجينا من الصغر كنجيبوه من العائله ديالنا، كنجيبوه من المجتمع ديالنا، يا اما كنكبروا ويجيونا صدمات، مثلا بنت تعرف على على شي شاب وتوقع لها صدمه، مره مثلا تزوج والزواج ديالها ما يكونش داكشي اللي كتكون باغيه وقع لها كذلك صدمه في داك الزواج ديالها، مره مثلا تزوج وتطيح في شي عائله ماشي هي داكشي اللي كانت باغيه وغايديروا فيها شي حوايج وتولي تخاف وتولي عندها صدمه وتولي تخبط ويولي عندها مشاعر سلبيه وتولي تعاني إيه مع راسها. وكاين انسان اللي كتكون مزيانه وتمشي تخدم في شي عامل وتطيح في شي راجل نرجسي يكون هو المسؤول، ولا في شي صديقه د العمل ديالها عاوتاني كيكونوا عندهم واحد التعامل ماشي هو هذاك وكيكبر فيها الخوف. اذا الخوف كنجيبوه من الصغر ولا حتى كنكبروا ونجيبوه وعاد كيكون عندنا الخوف. اذا اغلب الناس انا كنقولها لها هنا من خلال المهنه ديالي، اغلب الناس اللي الان ما قدروش يوصلوا الاهداف ديالهم ما يمشيو لا يمين ولا يسار، يمشيو يخدموا على الخوف. وكيجوني وفاء في الجلسات وكتقول لي لا انا ما عنديش الخوف، ما عنديش. كنقول لها زعما ملي كتحكي لي قصتها كنقول لها المشكل اللي عندك الخوف، كتقول لك لا انا كاع ما عنديش الخوف، انا كاع ما كنخاف. وملي كنبقاو نخدموا وكنجيبوا في التمارين عاد كتبقى تقول لك مسطح هذيك انا ما كنقدرش نديرها حيت كنخاف الناس يحكموا عليا. اوكي. من حيت كنخاف نفشل، من حيت كنخاف ما نجحش، هذاك النوع اخر ديال الخوف تنظن اللي ما كتحسش بها زعما كاين ما كنحسوش وكنتي بلوكي لها حياتها. صح صح صح، لان الانسان ما واعيش بداك الشيء اللي عنده. الانسان دائما خصني غير كيفاش نبان في هذا الوكور ديالي وكيفاش الناس تحكم عليا، ولكن الداخل ديالي انا شكون، شنو هما الحوايج اللي عندي مزيانين وشنو هما الحوايج اللي ماشي هما هادوك، كيفاش نخدم عليهم. هذه الناس ما كتهتمش بها. الو خصنا حنا
الخوف هي مشاعر، ومش غير مشاعر، شوفي الخوف هي فكرة yes. زائد مشاعر زائد طاقة كتسجل فلورا ديال الإنسان. هادشي كل خدمة بالصح بالصح، خدمة بالصح وكتعقل ديك سام كونشس نرى كتعقل ديك ملي كتشدك داك الخوف راه كلشي من المايند سيت خليتيها انت بصح نيت. حيت انا كنقول لك حيت حاسه بها حيت انا كنعاني بها، وتبارك الله عليك قلتي واحد من ريزن، واحد من كيفاش هو دي ريزون باش كيجيك الخوف، واحد منهم من والدين ياكي صح. وسبحان الله واحسن حاجه هو كونشس هو الواعي، خاصك تعرف بعدا الواعي باش تقدر تعالج راسك كيف ما قلتي السيده قالت لك ما كنخافش بشويه بشويه تكتشفت بالله راه كتخاف صح. وبالنسبه لعاوتاني كيف ما قلتي انت خوف من في مثل الاركا ديالتي ما رباني يكونوا الناس كيسمعونا حتى هما عندهم نفس المشكل او عندهم وما عارفينش منين جاي، قلتي من والدين. انا ملي جيت كندورها في راسي وقتاش الخوف بان بحال بالنسبه لي انا جاني بحال بوعو ورا من الصغر هو معايا، ولكن كان كيجيني غير ديكا في مثل وقت اللي جات معاه باش يجي، في مثل الا جا شي كلب عتشدني الخوف هادشي نورمال صح. ولكن وقتاش جا لو انا غير ناعسه وتنفيق صافي كتشدني الخلعه فهمتي منين مات بابا وعلاش، حيت هو المشكل اللي كان قال وعاد بقى انا اكتشفت راه فريمون مشكل. تقول لي بنتي ما تخافيش راه بابا معاك مسكين. اذا مات ومشى شتي العقل شنو سجل وفاء شنو سجل قولي لي بنتي. انا نقول لك بنتي ما تخافيش بابا معاك. الوغ منين مشى بابا عقلي فهم بانه بابا مشى اذا الخوف غيبقى معايا لانه بابا هو اللي كان حاميني من الخوف. مادام بابا توفى الله يرحمه اذا ما عنديش اللي يحميني من الخوف، اذا الخوف غيكون عندي. وانا من احسن واحد ما يقولش انا معاك، غيقول الله معاك حيت الله عمره ما تيموت. واكتشفتها راسي صح صح. اذا وفاء احنا علاش كيكون عندنا الخوف؟ لان كنبعدوا على الله. اختي ما تنضنش غير الطريقه كيفاش هنايا ماشي على بعد من الله، انا الطريقه كيفاش كتفكري. انا نقول لك علاش البعد من الله. شوفي وفاء ماشي كامل الناس تيديروا الطقوس ديال الدين يعني الصلاه ويكونوا يعني مع الله سبحانه وتعالى بالوعي، هما داكشي غير ورتينو يعني هاني صليت هاني قريت القران هاني نط، هذا في الغير واعي. اذا انا يكون عندي المخاوف، اما الا ارتبطت بالله عز وجل بالوعي، لان الله سبحانه وتعالى مش كيقول في الكتاب ديالو مع الله السلام والسلام بك الخوف، ومع الله الامان. الناس اللي امنوا بالله ما عمر ما غيكون في قلبهم الخوف، ولا غيكون في قلبهم لا يعني مفوضينها لله. اي شيء كيجي كيقول لك وما عليش كاع شنو غتكون راه في يد الله سبحانه وتعالى. ولكن الناس اللي مثلا مبعدين نوعا ما على الله، ما معنى مبعدين الله يعني مثلا متعلقه، يعني انا في الحقيقه خصني ما نتعلق غير بالله سبحانه وتعالى. اي شيء بغيته نطلبه من المصدر، اي شيء بغيته هو ماشي راجلي، هنا يكون الخوف لانه انا متعلقه براجلي. كان يمشي راجلي، كان يتزوج راجلي، كان يخوني راجلي، دائما متعلقه براجلي غيجيني الخوف. علاش؟ لاني خليت المصدر، خليت اللي رزقني بهذا الراجل، خليت اللي عطاني هذا الرزق، خليته قدر يعطيني ما احسن، خليت كل شيء وشديت في راجل، شديت في خدمه، شديت في 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 ناس. اذا تعلقت بحوايج واحد اخرى وبعدت على المصدر. اما اللي كان انا التعلق ديالي اي به هو حاجه اللي جاتني من عنده، والله ما يكون عندك وبالتجربه. يعني انا ما كنتكلمش غير هكاك، الناس اللي كيجيو كنشوفهم وكنلقاها متعلقه بشي حاجه وكنخدموا وكت من بعد شويه بشويه كتبقى داك التعلق يمشي يمشي،
كيبقى السكون والامان والراحه والطمانينه كتبقى في القلب. ماشي قضيه صلاه، راه كتلقاها يمكن كاع ما كتصلي، ولكن عندها تواصل بالله كبير، يعني مفوضه امرها كله له، ما عندهاش تعلق حتى بشي انسان. يعني انا عايشه مع راجلي اوكي، ما عجبوش الحال ولا حسيت بانه كاين شي حاجه واحده اخرى، ربي كبير، ماشي عندك لا نخاف. اذا هذه ما كتقولهاش بالهضره، يعني فريمون تايقاها من قلبها. من قلبها. وكلشي كلشي كلشي الارتباط ديالها معاه هو سبحانه وتعالى. هاد النوع ديال الناس والله ما يسكنهم الخوف، تلقاها تسكن في جبل، تلقاها يعني مسكينه حالتها حالة الله، وتلقاي عندها السكينه اللي كيحلم بها شي واحد اللي عنده الثروات والمال والجاه وما عرفتش شنو، اللي ما كيقدرش ينعس الا تياخذ الادويه، وهي مرتاحه وكتقول يا ربي عطيني غير هذاك ديك السكينه وديك النعمه اللي عندها اللي عايشه بها، يا ربي نذوقها نعرفها نستلذها حتى انا. علاش؟ لانه هذيك ما عندها حتى شي تعلق، عندها تعلق بالله سبحانه وتعالى، والاخرى لا، الاخرى متعلقه بالزوج غيمشي تمشي لي هذا الشيء اللي عايشه فيه، متعلقه بدوك الشيء الاشياء ديالها الماديات. دونك هذا التعلق هو اللي كيجعل الانسان، ما معنى التعلق يعني خليت المصدر ومشيت يس حوايج واحده اخرى. وحنا بحال شي سياره، شفتي كتمشي تاخدي سياره ومي كتشري ان سياره يعني شي طوموبيل تشريها، تكون باغ اكزومبل لو ديرني كري كيعطيك الكتالوج، يقول لك ها هو الكتالوج ديالها وقراي الكتالوج باش تستعمليها، انت كتجي ترمي داك الكتالوج وتستعمليها كيما بغيتي. دونك غادي هذيك السياره غادي تبوظ غادي. ولهذا حنا نفس الشيء، حنا الله سبحانه وتعالى جاي معنا بروغرام، جاي معنا واحد كيفاش نقولوا برنامج yes. ولكن حنا علاش تيجينا الخوف؟ كتبعدي على البرنامج ديالك الحقيقي يجيك الخوف، كتبعدي على البرنامج ديالك الحقيقي يجيك التوتر. علاش التوتر والخوف وهادو كلهم غير رسائل؟ خصني نقول لهم شكرا شكرا شكرا. علاش؟ لان هاد لي ميساج هاد الرسائل كيجيو باش يقول لك مركيش غادي في المسار، راكي غالطه، راكي ما شفت الطريق، ماشي هي هذيك. دونك تي كيجيني الخوف، يجيني التوتر، يجيني القلق، باش انا نجلس مع راسي ونقول علاش كنجلس مع راسي ونفهم، نفهم شنو هي الميساج، شنو هي الرساله، غنرجع للطريق. والله ما يبقى لا خوف ولا توتر ولا حتى شي حاجه. علاش؟ لان ماشيه بنفس السيستم اللي خلقه الله سبحانه وتعالى، ما مشاش بالسيستم ديال المشاعر السلبيه ديال الخوف وديال التوتر وديال وديال. دابا هذا هو ثاني خوف. ثالث هو الخوف المرضي. شنو هو الخوف المرضي؟ ودوك اللي عندهم الوسواس القهري، ديك اللي بحال مثلا عندها وسواس النظافه، شفتي باش توضى تصلي خصها، باش تصلي خصها توضى مع شحال مسكينه 10 20 مره، ديما فراشها اللي ما موضياش، ولا عندها وساوس اخرى، كاين بزاف ديال الوساوس. هذا تيصبح خوف مرضي، وفي هذه الحاله كنصحوا الناس انهم يمشيو عند اطباء نفسانيين باش يساعدوا راساتهم. لكن الخوف اللي هو سلبي ما تحتاجش تمشي للطبيب، خدم على راساتك وغادي ان شاء الله باذن الله يعني تتخلص منه ان شاء الله. وي يعني الله هبط المرض اوف كورس معناتها هي العلاج ضروري، يعني هبط لنا كاع داكشي اللي حنايا غادي نستافدوا منها بحال شي مايكروسوفت، وعطانا البروغرام عطانا كل شيء. خصنا غير تكون داك الواعي، تكون كونشس وتكون تا باغي تعرف، والعلاج راه كاين والله. وكاين عاوتاني واحد الحاجه اللي انا قلت واو واش هادشي بصح، هادشي شي شهرين ثلاث شهور، قال واحد سيد قال لك واش كتبغي الله؟ اوف كورس كنحبو. قال لك القلب اللي كيحب الله فريمون راه ما كتكونش فيه الخوف. صح صح سبحان الله، هادشي جاتني واو واش هادشي بصح. يعني الخوف من الشيطان، خوف من الشيطان. والحب وفاء، طاقه الحب اللي كان الانسان، لانه حنا كنقولوا باللغه العربيه شنو ضد ديال 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 الخوف، كنقولوا هي الشجاعة والقوة، هذا هو هذا هو الضد. وهي في الحقيقة حنا في يعني دارسين مشاعر كنقولوا ضد الخوف الحب، اللي القلب فيه الحب بزاف
القلب اللي يكون فيه الحب بزاف، والإنسان اللي يكون دائما واو جراتيتيد، دائما في الحب، دائما أنه متسامح، دائما هذا الإنسان كتر من الحب ينقص الخوف، لأن الحب طاقة عالية، طاقة عالية، والخوف تينقص من الطاقة ديال الجسد. الناس اللي عندهم الخوف، اللي عندك الخوف الجسد المشاعر الجسد الطاقي كينزل. علاش الناس اللي عندهم الخوف كتشوفيهم وفاء ما كيقدروش كاين شي واحد الناس اللي عندهم الخوف ما كتخرجش كاع تنوض ما تخرج من دارها، عندها اغراض ديرها وعندها حوايج ديرها، كيكون هذاك التسوف يعني ما عليش حتى الغدا حتى من بعده حتى الشهر الجاي كتبدي شي حاجه ديرها وما كتكملش دائما، يعني عندها مشاريع عندها حوايج وما عمرها ما تحسو تحقق شي حاجه. علاش؟ لان الطاقه هابطه، طاقه الجسد هابطه بالخوف، الخوف تينزل لك تيسحب لك الطاقه من الجسد ديالك. وباش نطلع انا الخوف لا الطاقه ديال الجسد ديالي بالحب، لان الحب طاقه كبيره، طاقه كبيره. وعلاش كنقولوا هذاك الانسان قلبه ضيق قلبه صغير في السعي يتقلق في السعي، لانه قلبه ماشي واسع بالحب كما قلتي بانه الله نحبه بالقلب ديالنا. الله نستشعره بالقلب ديالنا، يذكر القلب ديالي. لهذا انا كندعي الناس اللي كيبغيو هذا الشيء يدعيوا الله سبحانه وتعالى بالواسع، يا ربي وسع قلبي، اجعل قلبي واسع اللي تيطيح فيه يغرق. انا كاع ما كنحس يعني يجي شي واحد يعصبني كاع ما نتعصب حيت قلبي كبير واسع، يجي واحد يقول لي شي كلام هو يتعصب وانا كاع ما كنتحرك لانه قلبي كبير قلبي واسع، داكشي اللي تيدخل ما كيبانش. يس صح، دونك الحب مهم جدا. يعني الناس بغاو عندهم الخوف ويحبوا راسهم بعدا هي الاولى. اوف كورس خصني نحب راسي قبل ما نحب الناس، نحب راسي. اذا يقول لك الناس كيفاش نحب راسي، غير نجلس مع راساتي ونبدي نتكلم مع راساتي احبك الهوبونوبونو عرفتي هو فاهم. يس احبك سامحيني انا اسفه شكرا، غير هذا الكلام نعاودو على راساتي ونعاود على راساتي انا استحق، نستحق النجاح، انا استحق الحب، انا استحق السلام، نعيش بالسلام، انا استحق النجاح، انا استحق الغنى، انا استحق الرفاهيه، انا استحق التجليات ديال اشياء جميله في حياتي. اذا غير مجرد الانسان يجلس مع راسه ويكلم راسه بطريقه ايجابيه غيطرد الخوف، لانه الخوف الناس اللي عندهم خوف داخل في العقل ديالهم، وكنت جلسي معاهم تقولي لهم شنو الافكار اللي عندكم، كلها مخاوف، كلها افكار فيها الكلام السلبي. يعني انسان كيعاود على راسه كلام سلبي، ماكوش في المستوى، غيضحكوا عليا، غادي يوقع لي مشكل مع راجلي وما نلقاش الفلوس، غادي نخرج من خدمتي، غادي يطيح بيا. اذا الانسان كيعاود على راسه كله غير كلام 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 سلبي. بيان سور شوف تصور داك الكلام اللي كتقولوا انت على راسك غادي تقولوا على انسان واحد اخر جالس حداك، يعني انت تقولوا له غير ما يجلسش معك يهرب منك. شتي وفاء الكلام اللي كنعاودوه على راساتنا، لو كان يجي تكون عندك شي صاحبه ولا اختك وتعاودي عليها نفس الكلام غادي تهرب منك، ما تبغاش تجلس معاك حيت كلك سلبيه ونهار انت كتكلمي عليها معاها سلبيه. كيفاش مسكينه هاد النفس؟ كيفاش هاد النفس شنو غدير؟ غتخاف، غتولي تخاف، النفس ديالنا تولي تخاف. اذا الكلام الطيب اللي عندهم خوف نصحهم، لانه الله سبحانه وتعالى ما يخلق الانسان الملائكه قالوا الله سبحانه وتعالى علاش خلقتو هذا راه غيفسد لك في الارض، قال لهم انا خلقتو باش وعلمتو الاسماء. دابا حنا في راسنا عندنا الاسماء، دابا مثلا وفاء اسماء نقول لك نقول لك السلام، دوك انا كنقول السلام السلام والامان داخل عقلي يفتح لي الملف السلام، وعقلي يفتح لي الملف الامان، ونبقى نعاود عقلي غيفهم شنو بغيت السلام والامان، غيعطيني داك السلام والامان. علاش؟ لانه الكلمه هي دي فيبراسيون دبدبات، انا كنقول كلمه غادي تعطيني دبدبه، غادي توافق مع المشاعر ديالي، والمشاعر ديالي دير لي دبدبات وتجبد لي من الكون
نفس البضاعة، السلام والأمان. نبقى نتلقى مع ناس عندهم سلام، يجيوني حويجات فيهم سلام. إذا كنت كنخدم شي خدمة اللي ما فيها السلام، ربي يبعدها عليا ونلقات عمل آخر فيه السلام. خصنا غير نفعلوا الكلمات هنا، نختاروا كلمات ونبقاو نعودهم على راساتنا باش نفعلوهم، لأنه كل الكون الخارجي اللي على برا والكون الداخلي اللي عندنا الداخل كله مسخر لينا. أنا نختار. إذا بديت كنعود على راساتي كلام سلبي، غيكون عندي خوف، يكون عندي ستريس، يكون عندي قلق ومصلت الاكتئاب. وإلا كنت أنا وخب الظروف ديالي كنعود على راساتي كلام إيجابي إيجابي إيجابي، والله ثم والله ثم والله حتى الجسد ديالي يولي حي، ونبدي نشوف بأن حوايج من الخارج حتى هي كتجيني زوينة، لأنه كاين دبدبات كتفاعل. دونك حنا الله سبحانه وتعالى من خلق الكون يخدم لكل شيء، الناس مسلم مسيحي yes. كافر yes, يهودي بوذي يس حيت انسان يا اوف كورس اوف كورس حيت انسان. اذا خصنا شنو خصني ندير انا؟ يعني نلقاه ممكن مسيحي ولا نلقاه كاع ما يامنش بالله وعايش سعيد، كنقول علاش؟ يس علاش؟ هيك انا مسلمه ومؤمنه وكنصلي وكندير وعايشه باكتئاب، وهذا اللي ما كيصلي ما كيدير حتى شي حاجه، علاش عايش سعيد؟ لانه هو فهم القانون. هي فهم القانون وتي براكتيسي داكشي اللي ربي ديجا علم ادم في الاول. شنو قال لي؟ اول حاجه قال لي اقرا، يعني العلم ضروري مهمه جدا. وقالك علم اسماء كلها، اشنو هي اسماء؟ كاع داك البروغرام اللي ديجا ربي خلقو لينا حنا، والكون كامل سخر لينا حنايا، وقدرنا الله سبحانه وتعالى. وملي قال الملائكه تسجدوا لادم، يعني بغي خصنا غير نفهموا ما معنيتها، ماشي باش نكونوا حنايا اروغانت وتكبر، الا لقاش يونيفرس يونيفير مسخر لينا، خرج غير حاجه طاقه زوينه، كلمه زوينه راه كتبروغرامي هنا كتخرج داك هذاك الطاقه زوينه. ولكن واحد السؤال اللي كنت بغيت نقول لك، كيقولوا ميريكانيين تيقولوا fake it until you make it، يعني كذب، يعني في مثلا ترك ماشي فرحان ولكن كتقول انا فرحان، وكره تركاد براسك وعارف براك ماشي فرحان. ولكن انا هذه حاولت شحال هذه، مين عارف راسي كاذبه على راسي. سؤال السؤال ديالتي ليك انتي، انا عارفه الا خرج كلمه زوينه غنخرج ديك الانرجي زوينه وغنحس بها، ولكن عارفه راسي انا كاذبه على راسي، كيفاش غندير باش فهمتيني؟ باش نفهم راسي انا راه كنكذبش على راسي، واش فهمتي شويه تنقول لي؟ فهمتك فهمتك. اذا انا الى عودت راسي، عودت راسي حياتي كاملها، مثلا عندي 30 سنه مثلا، حياتي كاملها وانا كنقول على راسي انا ماشي جميله، انا ماشي زوينه، مثلا مثلا تي مثلا انا ماشي زوينه ماشي زوينه. من بعد دخلت في التنميه البشريه والذاتيه وعرفت بانه اي كلمه نكررها غادي نبقى عقلي يامن بها، نجي نصبح واحد الصباح ونقول له انا جميله، او يعني 30 سنه وانا كنقول له انا ماشي جميل، ويجي شي صباح نقول له العكس، راه ما تيقهاش. دونك في الاول غادي نصدمه، غيكون عنده صدمه ما غادي تيقهاش، ولكن من نعم الله من نعم الله خصني نكرر ونكرر 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 ونكرر. علاش؟ اللي عندهم الايغو عالي، اللي عندهم الناس اللي عندهم الايغو عالي راه شتيتو كيداس ما كيخدموش معاهم، لي زافيرماسيون ما يخدموش معاهم، اللي عنده الايغو عالي وشنو خصو يدير؟ خصو مثلا الى انا الافيرماسيون تخدم معايا خصني نعاودها 200 فوا 200 مره غتخدم معايا، 200 فوا تخدم معايا. اللي عنده الايغو عالي خصو يعاودها 2000 مره، ولكن بالتكرار باش الايغو يتحرس. فهمت، برافو. فالإيغو يتهرس، دونك الإيغو يتهرس والعقل اللاواعي يترهقيه بالذكرى، تيتعب. شفتي مين يتعب؟ يتيق. مي خصو يتيق في الأول، دير نية، خصك تحط نية، هادي أكيد خصك تحط نية. وثانيا الله سبحانه وتعالى خلقو، شفتي عقلي هو مسخر مع الله، هي أنا باش يخدمني، هو جند من جنود الله يخدمني، خصني نوريلو إيه شنو أنا باغية هو يديني. دابا انا دائما حياتي كاملها انا والديا والمجتمع ديالي، حياتي كاملها وانا كنعاود على راساتي بلي انا ما نستحقش،
انا ما كنقدرش، انا ما كنعرفش، انا يخصني فلان عاد باش، ولا الزوج ديالي ولا هذاك عاد باش هادي، وانا وانا. انت اللي حطيتي له هذا البرنامج، انت اللي حطيتيه فيه، الان مني عامل له نقدر نبدل البرنامج هذا. اذا باش نبدلو نعاود نقول الكلام اللي مختلف، اللي هو الكونترير، اللي هو معاكس لذاك الكلام اللي كنت. ولكن خصي يكون عندي الصبر، خصي يكون عندي بحال ديك شفتي ديك البذره اللي كتزرعيها في الارض، اين غان كتحطيها في الارض، واش غادي تحطيك تعطيك لي فخوي ديالها؟ لا، خصك نعطي اين غران مستنى، وخصك يكون التراب يكون زوين، وخصك تكون الشمس، وخصي ما عرفت شحال من نهار عاد بدي تكبر شويه بشويه بشويه بشويه. نفس الشيء خصني نزرعها، نعطيها وقت وصبر ونداوم. المشكل الناس ما كيداوموش، كيبغيو يدخلوا ويديروا تمارين نهار يومين عاد، ومن بعد كيكرهوا واب وتي ويعني وكيملوا. هذا هو المشكل ديال البنادم، ما كيبقاش مداوم. الانسان ما كيحطش واحد الهدف وكيحط نيه وكيمشي بداك الشيء. ربي يوفقك في كل شيء، خصك غير تحطي نيه وتخدمي وتمشي لقدام. وهذا عبد من عباد الله مسخر لي، اللي قلت له يديرو غيديرو. تحت الجسد ديالنا والله خص دائما نشكره ربي سبحانه وتعالى، خلقو عبد لنا. راه تصوري ملي تخلقتي وفاء كتقولي لذاك الجسد ديالك نوضي نوضي، جلس جلس، نعسي نعس، ما نصوم ما ناكلش ما ياكلش، اللي تقولي له يديرو لك. يقول لك لا انا ما نوضش، ولا يقول لك لا انا ما اليوم ما بغيتش ناكل، كنتي كتحكمي فيه كيما بغيتي. دونك هذا الجسد مسكين حنا عوا ونرعاو ونحمد الله سبحانه وتعالى على كل جزء فيه. شنو كنديرو؟ ما كنهتموش كاع به، كنهتمو بالناس، كنهتمو بزاف الحوايج، وهو ما كنهتمو به، ما كنراعيوه، ما حتى شي حاجه. اذا هذا الشيء كله اللي تكلمت عليه هو اللي كيجعل الانسان يعيش في الخوف، لانه الانسان متشتت، مهتم بالاخرين، ما مهتمش براسو. هو الانسان اللي مهتم براساتو والانسان اللي عارف راساتو، الخوف ينسفو ينسفو. الخوف راه ماشي صعيب باش تنسفيه، غير خصك توعايلو، وخصك تولي كتكلمي مع راساتك بطرق ايجابيه، وخص يكون التواصل بالله سبحانه وتعالى، وخصك تعرفي شنو هما الحوايج اللي خايفه منهم. شوفي العقل اللاواعي فيه برمجه، الواعي يساعدني، ولكن خصني نجيب له، خصني نمشي للعقل اللاواعي ونحي داك الشيء اللي عندي ونحطو الواعي، هو يسف لي كل شيء. ولكن انا باش نمشي نجي خصني نجلس مع راسي، خصني نعرف راسي، خصني نفهم راسي، خصني نقلب على ديجا. ملي كيجوني الناس كنقولها كتقول كنخاف، واعطيني المخاوف، اعطيني 10 امبوسيبل تجبد لي 10. كتقول لك ما نعرف، تعطيني واحد جوج ثلاثة، وخصك حتى تعطيها بزاف ديال التمارين وتخدمي معاها بزاف ديال الجلسات، وفي حتى كتجيب لك 20 ولا 30 خوف. علاش؟ جلست مع راسها، عطات وقت لراسها، طرحت الاسئله اللي لابد منها، اكتشفت الداخل ديالها. هادشي كامل يساعد الانسان انه يعرف فين هو، شنو عندي انا، واش عندي خوف ولا عندي توتر، واش عندي خوف ولا عندي ستريس، واش عندي خوف ولا عندي اكتئاب. ولكن الا ما كتجلسش مع راساتكم مهتمه بالناس، وما كتجلسش مع راساتكم شتت حاضر فلان دار وفلان فعل وهذاك وهذاك، دائما كتعاني. صح. على وفاء بليز سيف ذيس مايك. اوكي وفاء هي اللي تحفظه، لان انا ضيفه عندها. لا ضروري غنحطها في يوتيوب انستغرام باش الناس يستافدوا. ان شاء الله الله يجعلنا نفيدوا الناس. اللهم امين. هاد التوبيك هاد مهمه بزاف بزاف. وفاء ناخذوا اسئله ديال لي فان، واخا تتسول. كنشوف هنايا اسئله، نشوفوا. اوكي ها هما، عندي اسئله تدخلت. قلت لك وحده سولات سعديه، السولات قلت لك كيفاش كنفيدو لا how to avoid، كيفاش تقولوا avoid بالعربيه، كيفاش نعالجو الشغل انا وصلتوا لي. لا ماشي عالجو، avoid بحال قلتي
يعني ما تجيناش، يعني كيفاش نديرو باش قبل ما تجينا كيفاش نوقفوها؟ مش فهمتي، ما تجيكش يعني ستوبي. هي راه ما جاتنيش، ما نحاول ما تجينيش اصلا، يعني وقايه. اي شيء تقاوميه يكبر، اي شيء تخافي منه يكبر، اي شيء تركزي عليه يكبر. يعني عندك ثلاثه د الحوايج، حاجه نخاف منها غادي تكبر وتقتحمني، حاجه نركز عليها مثلا المرض. انا كنخاف من المرض وطول النهار نفكر في المرض، نفكر فيه بزاف، غادي نغديه بواحد الطاقه وغادي يكبر وغادي نولي انا مشغوله غير به، نسي العالم كامل وخايفه ايما المرض. واي شيء انا متعلقه به بحال مثلا المرض، متعلقه بالمرض دائما دائما مهووسه به، غيكبر. دونك شنو خصني ندير؟ خصني ما نقاومش، يعني انبعد. يعني مثلا احنا كنقولوا بصح خصني، يعني ها هو جاني المرض ومن بعد، من بعد غادي نمشي للمستشفى ومن بعد، من بعد غادي يمكن غادي تتأزم حالتي ونمشي للإنعاش ومن بعد يمكن غنموت ومن بعد. تصدمي، خصك تصدمي بهذيك ومن بعد ومن بعد ومن بعد. غادي كتصدمي، هو اللعبة اللي كيلعبها معك عقلك اللاواعي لعبيها معاه. صغار وراتي صغار. أنا بيسكت حيت أنا ملي كتشدني في مثل داك الأتاك، داك البانيك أتاك، وكتشدي داك الخوف والعافية هنا شايلة، وبقيت نقول مي هالو، كنهضر غير مع راساتي مي ستوب، تنبقى نقول ومن بعد ومن بعد. واش انتي برافو صح؟ صافي هو كان كبير وتبقاي صغير، انتي صغار. صح صح صح. اذا انا الى بقيت الخوف كيجي كنواجهه بالاسئله. يعني بحال مثلا واحد السيده جاتني كتخاف يمرضوا ولادها، درنا ان ثيرابي، قلت لها سدي عينك. درنا ان ثيرابي قلت لها ولدك كي سميتو؟ قالت لي سميتو فؤاد. شحال في عمر؟ عنده 9 سنين. اوكي سدي عينك. ولدك مرض؟ بدات تبكي. قلت لها وديتيه للطبيب؟ بدات تبكي. وقالوا لك عنده مرض خطير؟ بدات تبكي تبكي تبكي. وقالوا لك باللي ولدك باقي له شهر ويموت؟ بدات كتبكي. قلت لها ولدك مات وجاوك الناس كيعزيوك وانتي كتبكي وغسلتيه وديتيه ودفنتيه وعرفتي المكان 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 وقلبها يضرب ومقبوط وكل شيء. فتحي عينك، فتحات عينها. شحال كان عندك الخوف؟ قالت لك 10 على 10. نعاودو مرة أخرى، عاودنا نفس التمرين، نقص شي شوية. شحال عندك؟ 8 على 10. عاودنا نفس التمرين نفس التمرين حتى ولات كنقولها ولدك مات الله يرحمه. فهمتي وفاء؟ خصك تصدمي عقلك اللاواعي، الحاجه اللي انت خايفه منها كبريها كبريها كبريها، لعبي معاه كما يلعب معاك ومخوفك لعبي معاه. خصك تواجهيها. انت ولدك ما شاء الله يكبر ويتزوج وكل شيء، ديك السيده هذيك يعني ومشى لها الخوف ما بقاش عندها. دابا انت هو كيلعب معاك عقلك كيخوفك بشي حوايج ما كاينينش، كيكذب عليك. اذا كبريها كبريها كبريها، روحي معاه انت لعبي معاه نفس اللعبه، روحي معاه انت للاقصى. علاش مخوفني ولدي يموت؟ واخا انا غنشوف ولدي مات وغنشوف المره الاولى غادي تصدمي تبكي عتيه هستيريا. تعاودي نفس التمرين المره الثانيه المره الثالثه المره الرابعه في نفس الجلسه، تحلي عينك ونوليو نعاودو، وتحلي عينك حتى التالي وكتبقى تضحك تقول لك وليني كنت عايشه في كذبه. سبحان الله العظيم. واو شو باش عارف المخ شحال قدر يتقلب عليك. صح صح. اذا كيما قالت الاخت كبرها تصغر، فوالا برافو. كبريها معاك غادي تصغر، ما تخليش يغلبك. يعني حاجه اللي يخوفك من بيها واجهي. واجهي واخا داكو. واللي كتخاف بان راجلها يطلقها دونك نفس الشيء، كيجيو عندي كامل لا سدي عليك طلقي خيلي طلق. كتقول لي وما عنديش الفلوس، واخا تخيلي راكي في الشارع، تخيلي وليتي مدوك صحابين ديال الشارع وكتبقى تبكي وما عندك ما تاكلي وما عندك ما تشربي وبقيتي في الشارع ومرضتي وداوك المستشفى ومن بعد لقاو بلي عندك الانيمي ومن بعد واش وقع؟ توفيتي والله يرحمك. ومن بعد غتبقى تبكي تبكي وبعد تحل عينيها وتبكي وبعد تحل عينيها، بعد تبقى تقول لك
والله الا كذبه هذيك يعني تبقى تفكر تقول لك اه من بعد يعني توصلي تقولي او من بعد بصح كي توصلي تامني بها وتقولي او من بعد نسبتيه مابقاش يخوفك بصح عندك الحق واحتي دقت لك فيا النعاس ومعكم ما قدرتش نغمض عيني مسكينة واحد السيده كتقولنا بانه عندي مرض وتعبت عندي مشكل بسبب الكولون العصبي الخوف شنو كيدير الخوف كيدير الالم في الركبه كيدير الالم في الفخاد كيدير الالم في الساق كيدير الالم في القدم كيدير الالم ديال السياتيك النيرسياتيك عرق النساء كيدير الالم في الاسفل ديال الظهر كيدير الالم كاع في لاباري ديجستيف يعني الاستوما الكولون هادو كيدير فيهم الم كبير كيدير صداع في الراس هادو كلها اعراض جسديه اذا الا بغيتي تحرمي من الاعراض الجسديه شنو خصك ديري خصك تنقصي الخوف عطيتكم انا اكبر تمرين ديال انني نواجه الشيء اللي انا كنخاف منه يعني ندير الحمد لله نديروا هاد التمرين اللي قلت لكم عليه سينو شوفي راه غير تجلسي مع راسك والله وتجيبي من عقلك اللاواعي الواعي الخوف وتحليه تلقاي هو كذبه اه غادي تلقاي ما عنده حتى شي معنى غير حضري الواعي راه كيسبتي منه 50% يعني الانسان يجلس ويبقى يفكر يقول انا مناش غادي نخاف غادي نخاف بانه مثلا اللي يقول لك انا نخاف من الموت راه عنده معتقدات خاطئه على الموت عنده دي كرويونس على الموت يمشي يبحث ويقرا شنو هي الموت وشنو كاين عندي من بعد الموت راه خادي بزاف ديال المعلومات ديال الخوف من بعد الموت يعني عندنا حنايا وحنا تربينا ملي حنا صغار ملي رحنا عاد صغار ما ديريش عندك ديري هادي عقبك ربي عندك ديري هادي تمشي للنار عندك ديري هادي راه غادي 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 انت راك غادي يسحبك الشيطان وحنا من الصغر هكا دونك غادي نولي انا ربي نخاف منه غادي نولي انا غير نسمع الموت نقول واو جهنم دونك انا باش نطرد هذا الشيء علاش لان عندي معلومات غلط عندي دي زانفورماسيون ماشي اكزاكت على الموت ولا على اي شيء كتخاف منه راه عندك فيه معلومات خاطئه دونك خصك تمشي تبحث فيها ما بعد الموت الموت هادو كلهم معلومات خاطئه وبالنسبه للامراض والاخر ما عند هي كاع الناس اللي عندهم مشكل ديال الامراض وكيخافوا من الامراض مركزين عليه يعني انا عوض ما نفكر في المرض غنولي نفكر في الصحه غنقول انا شنو غادي ندير باش نولي بصحه زوينه دونك غادي نقول ندير سبور خصني ناكل مزيان خصني نعس مزيان ونولي نشغل راساتي نفكر في الصحه ما نخليش يجيب لي الامراض ويديني الامراض نبقى نفكر في الصحه نفكر في الصحه بهذه الطريقه هذه شنو غيوقع غادي نشغل راسي انا اللي نقود حياتي انا اللي نسوق الحياه ديالي ماشي عقلي اللاواعي اللي يجيب لي دوك البرامج وداك الخزان اللي داروه لي ويسوقني معاه انا اللي غادي نزيد القدام انا اللي غادي نسوق حياتي وش والله اي شيء نركزوا عليه يكبر في حياتنا اللي يركز على الصحه غادي الصحه تكبر في حياته ويولي ما يفكرش كاع في المرض ما يفكرش فيه لان مركز على الصحه اي شيء كتخاف منه قلبه اللي مثلا تخاف انها تفشل في الامتحانات لان مركزه على الفشل وداك اللي كتخافي منه اللي كتوقعي فيه شنو خصك ديري انت راكي مركزه على النتيجه ما تركزيش على النتيجه ركزي على كل نهار خصني نخدم شنو هي الادوات ديال النجاح الادوات ديال النجاح خصني نحفظ خصني نعرف دروسي خصني نركز مع دروسي خصني ما نعطلش ولا ما نمشيش لشي كور دونك غادي نركز على النجاح والله حتى ننجح ولكن علاش كيجيني الكولون وتجيني المعده بس كنت كنفكر في داكشي اللي كيخوفني غير الاتجاه بدل البارابول بدي تفكر في الحوايج اللي انت كيعطيوك واحد الامان والسلام اي انسان هذه زعما قاعده اي انسان يفكر داكشي اللي ما باغيش يكون عنده خوف توتر قلق اكتئاب واي انسان يفكر داكشي اللي باغي
اللي تفكر في الخوف بزاف. اللي لا اللي يفكر بشيء بحال مثلا المرأة تخاف تطلق، تبدي من الصباح ملي صبح حبه ليك تفكر غادي تطلق، وغادي الا طلقت فين واش غيوقع لي، وغادي نمشي للشارع ولا غنرجع لدارنا، ما غاديش يبقى عندي هادي. دونك هي كتفكر داكشي اللي ما باغياش، كتفكر داكشي اللي ما باغياتوش، ما باغياش هاد الطلاق، ما باغياش هاد الشيء. اذا شنو خصها دير؟ خصها تفكر في العكس، غتقول مثلا شنو انا اللي نقدر ندير باش نصلح هاد العلاقه، انا شنو خصني انا ندير باش هاد العلاقه تبقى مزيانه وهاد السيد يرتاح معايا، وتخدم على راسها، تخدم على شنو خصها هي دير باش تصلح هاد العلاقه، ما تستناش هو يدير، هي شنو اللي خصها دير من عندها. هنا غادي تشغل راسها، غادي تبقى تفكر في الحلول ماشي تفكر في المشاكل. دونك الانسان اللي كيتعامل بهذه الطريقه راه يمشي من الخوف الى السلام والامان. كنفكر في داكشي اللي باغياتو انا غادي نمشي للسلام والامان، كنبقى نفكر في داكشي اللي ما باغياتوش بيان سور غيجيني الخوف، يجيني الاكتئاب، وتجيني المشاعر السلبيه. الخوف من الشيطان والسلام والامان من الله سبحانه وتعالى. يس كاينه. اذا ناخذ سؤال اخر. اذا الاخت كتقول كنحس بالسخانه وضيق الصدر بمجرد ما كنفكر في المشكله ما تحلاتش. هادشي اللي قلتي انا عاد قلت، ودابا قلت لك اي شيء تفكري فيه اللي انت ما باغياتوش راه غادي غير يمرضك. من الاحسن عندي مشكل كيفاش نحلو، نفكر في الحلول ونبدي نشغل راساتي انني ندير الحلول، ما نفكرش في الحاجه اللي ما بغيتهاش. الا فكرت في الحاجه اللي ما بغيتهاش غادي تهبط طاقتي، غيجيني الخوف وما ندير حتى شي حاجه. واش غندير؟ غادي نبقى ناكل غير راساتي من الداخل. اما الا غيرت الاتجاه البارابول ديالي، بديت كنقول شنو هما الحلول، عندي هادي وهادي وهادي، اذا بسم الله نحط نيه ونبدي بهادي. كاين بعض المرات الواحد ملي كيكون عنده المشاكل، بعض المرات ما كايناش الحلول، فمثال عندك كريديات، فمثال الراجل ما عرفت كيفاش داير، يمكن شويه يتبدل، ما عرفت يمكن الاولاد، الخدمه، القرايه، وانت في ذاك الوسط المشكل. بعض المرات الحلول ما كتكونش وسميتو بالنسبه لي انا اكسبيريونس ديالتي، انا الواحد يخدم على راسه، يخدم على راسه في كل شيء، لا في الحب، لا يحيد الخوف، اي فهمتي انفيرماسيون، يعني انا مزيانه، انا هذا، انا تنستحق اي حاجه مزيانه، ان شاء الله كل شيء غيكون بخير، كل شيء كل نهار ميديتاسيون، يعني هذا هو العباده ديال بصح. تنظن مع الوقت ديك الطاقه اللي كتخرجي بوزيتيف هو اللي غادي يصلح داك المشكل اللي انت فيها. صح 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 صح. ونقول لك شيء، هو اي شيء خلق الله عنده المضاد ديالو، ما كاين حتى شي حاجه اللي نقول ما عندهاش الحل، ما كاينش، ما تخلقتش غير انا ما شايفاتش. صح كاينه. اذا باش انا نشوف وفاء ندير هادشي اللي قلتي عليه، باش كندير ميديتاسيون، كندير لا ريسبيراسيون، كندير السبور، كنهتم براسي، غيبان لي الحل. بصح برافو. ونخدم على راساتي بحد ذاته حل، هو حل. بصح انه هذوك المشاكل ما تاثرش فيا. لا انا داك المشاكل واخا كاينه واخا مستمره ما تاثرش فيا كيما كنت هذه شحال ضعيفه، وكلمه قد هكا تجيني حساسه وتخليني، وشي واحد يقول لي هكا ويمشي وانا نبقى يلا في المات في المات في المات في المات. انا هنا هو حل، يعني نخدم على راسي، ندير تاملات، ندير ريسبيراسيون، هذا الشيء. داك الانسان يقول لي بغا يقول لا ما غيدخل لي انا، يدخل منا يخرج من هنا، هذا حل. صح عندك الحق. انا عندي خوف من المستقبل. الو ما عندي خوف من المستقبل، علاش كريمه؟ لانه ما واضحش المستقبل بالنسبه لك في الضباب. المستقبل بالنسبه لك ما جلستيش مع راسك شديتي ورقه قلتي انا شنو باغي ندير في المستقبل ديالي. حنا اللي مسؤولين عن المستقبل ديالنا. دابا كنت في هذه الوقيته اللي عايشتها هي نتيجه ديال الافكار اللي كانوا عندك من قبل، هي اللي وصلتك لهاد العيشه اللي كعيشتها الان. اذا انا نجلس ناحي داك الضباب ونشد
ورقه ونكتب شنو بغيت نحلم، شنو باغي ندير. والرسول عليه الصلاه والسلام قال لك ملي تبغيو تدعوا الله سبحانه وتعالى دعوه بالفردوس الاعلى، يعني انا نحط اهداف زوينه، اهداف كبيره اللي ملي نشوف فيها نفرح بها واو، ونتكل على الله ونحط نوايا ونحايد داك الضباب، ما غاديش نخاف من المستقبل. الخوف من المستقبل لانه ما عندكش وضوح. انا اللي عجبتني دابا بزاف دابا باش قلتيها سبحان الله، دابا انا كنهضر معاك وهادي يومين انا شوي صابا با توقع عندي عرفتي، كنحس هنا تقل عليا والخوف تاعي، حيت كتجيني حتى الخوف ديال علاش انا اونغوازي، كتشدني علاش واش انتي. ودابا دابا راه عالجتيني، دابا حنا في لايف وعالجتي حاجه، دابا بحال ديك بحال التك تحلات، كانت عندي عقده تحلات. اشنا هي؟ قلتي اي مشكل راه كاين حل ديالته. عرفتي ملي قلتي هذا دابا كتهضري عرفتي ارتحيت فخبارك. شوف سبحان الله باش تعرفي الباور، القوه ديال غير الكلمات. كلمات راه شي حاجه عظيمه. شو غير القران، القران ما هبطتش كراجل، القران هضرت بالكلمه، هضره كلمه. يعني دابا غير داك باور اللي عطيتيني دابا راه عرفتي شنو، راه العقده كانت عندي تحلات سبحان الله. الو وفاء سدي عينك، ركزي على المكان اللي عندك فيه، كونسونتر توا سوغ لوندوا اللي عندك فيه المقبوط، ولا كونسونتر توا، كونسونتر توا، حطي التركيز ديالك تما، غير حطي التركيز و انليس ايفولي هادوك لي سونساسيون فيزيك. يعني هادشي اللي عندي نخليه، بغي يكبر يكبر، ينقص ينقص، كيما بغى يدير يدير. كانه هذا ماشي الجسد ديالك وفاء، انت اللي خرجتي منه كتفرجي عليه وكتشوفي شنو كيوقع في ديك البلاصه، كانك انت ام ديال هذا الجسد وكتشوفي ديك البلاصه شنو عندك فيها. ركزي عليه، مجرد انه يحس بانك قريبه منه وتركزي عليه كتبدي تحسي بانه كينقص. ما تحطي لا احكام، ما ديري حتى شي حاجه، مجرد مراقب، غير كتراقبي، غير كتشوفي شنو واقع عليه تما في ديك البلاصه. بغى يزيد يزيد، بغى ينقص ينقص، كيما بغى يدير يدير، انتي كتراقبي فقط، كتراقبي غير كتشوفي، وكانك ام حنينه كتشوفي وكتصيفطي الحنان والحب لذاك المكان. اي اون ليس ايفولي هاد لي سونساسيون فيزيك، نخليوهم ايفولي، بغاو يكبروا يكبروا، بغاو ينقصوا ينقصوا، بغاو يبدلوا البلاصه يبدلوا. اي اون ليس ايفولي، اون ليس ايفولي، اون ليس اكسبت، اون ليس اكسبت، اون ليس ايفولي، نتقبلوهم ونخليوهم. اي اون ليس ايفولي. دابا وفاء باش كتحسي؟ صراحه مرتاحه من الواحد تاكسبتي الحاجه صراحه، الحمد لله. فتحي عينيك، ديك لا دولور اللي كانت عندك من في الاول شحال كانت؟ من واحد لعشرة دو ادي شحال كانت؟ ما قدرش نقول لك، اللي نقدر نقول لك كاين، كانت يعني كانت، كان ملي كت تركز عليها كتكون كبيره صح، ومن بعد كتبقاي مركزه كتبقاي تحسي بانها كتنقص. دابا لا دابا الحمد لله دونك نقص بس خفيف. من تجيك وفاء وتجي لكل انسان هادشي اللي دير، حدنيها يعني، سدي عينيك وركزي عليها وما ديريلها اوكان جوجمون وتقبليها وغير شوفي فيها، لانه الواعي راه كيشوف داك المكان شنو فيه. يعني بحنا داك المكان بحنا مسكين خايف مرعوب، عطينا له كلمات اللي حنا بقينا كنعاودوهم، فيهم خوف فيهم انغواس فيهم شي، وكيبقى القلب ديال الانسان تيضرب. سدي عينيك وحطي التركيز ديالك وبدون احكام، كتقولي انا هادشي اللي عايش عندي واللي عندي دابا انا متقبله، وحطي التركيز ديالك وبقاي كتراقبي داكشي يطلع يهبط، راقبي غير مجرد مراقب. ومن بعد فتحي عينيك وعاوديها مره ثانيه وثالثه، غادي تحسي اللي مشات ما بقاتش عندك وفاء. سبحان الله، كلشي عندنا، كلشي كاين فيه الحل سبحان الله. ولكن ملي نخلي الشيطان يدور بيا ويقول لي ما عندكش الحل يصيدني. صح كاينه، ملي كيجي يخوفني يقول لي ولا ترى ما عندك الحل، راه كلشي عنده حل، كلشي كلشي سبحان الله كلشي. اذا ناخذ اخر سؤال باش نقدروا نحفظوا اللايف ديالنا لانه تقريبا ساعه. شنو سبب الخوف بلا سبب
شنو فيها هاد الشيء؟ لا كاين سبب، ما يمكنش ما يكون السبب. انت ما عرفاش، انت ما عرفاش السبب، جلسي مع راسك وبدي كتخمي، ما غاديش تلقاي من اول مره. وعاوتاني دائما طرحي على نفسك هذا السؤال، ما الذي يقلقني، ما الذي يخيفني، وتبقاي غاديه غاديه حتى غادي توجدي، غادي توجدي الشيء اللي مخوفك. امبوسيبل، مستحيل عندك خوف وانت ما عارفاش منش عندك، وانت يعني يكون عندي خوف وما عندوش سبب، ما يمكنش، راه كاين سبب. وبعض الاحيان ديك السبب يكون جاي من الطفوله، يعني انا مثلا نخاف نطلق، علاش؟ ماشي نخاف من الطلاق، نخاف نبقى بوحدي، من الصغر كنت محتاجه حب، نخاف من لابوندون، نكون ابوندوني. دونك هادي هي اللي كتجعلني نتمسك في شي انسان واخا معذبني واخا مقهرني شاده فيه، لانه علاش؟ الخوف ماشي هو يمشي، الخوف لانه عندي لابوندون داخل. دونك خصني انا نخدم على لابوندون، خصني انا نخدم على يعني نبقى بوحدي. انا دائما انا جيت بوحدي ونمشي بوحدي، ما ندي معايا حتى شي واحد من هذا العالم. لهذا هادشي كله لاني متعلقه بناس اخرين، متعلق بالله. وشفتي الله قريب من العباد، الله قريب من العباد. مدي قال لك اجيني ماشي نجيك مهروي، سيري عنده، اي سيري فتحي قلبك وقولي يا ربي فوت لك كل اموري. شوف مثلا حنا كاع قصص الانبياء راهم قصصنا، دائما كنقولها اي قصه ديال شي نبي راه قصتنا حنا. صح. واش يجيب لك عقلك ام سيدنا موسى رمات الطفل ديالها في الاخر؟ هذا ما معناه، رمات الحمل ديالها لله عز وجل. فوضي كل شيء لله، فوضي كل شيء لله، وما تخافيش، يجيب لك ربي سبحانه وتعالى جنود اللي يساعدك. صح. يجيب لك الله سبحانه وتعالى الفرج سواء داخل او الخارج. اذا اللي مع الله ما يخافش، ودائما نتعلق به ونشد فيه، ولكن نخدم، لان الله سبحانه وتعالى يحب المؤمن القوي على المؤمن الضعيف. ولا بقى انا جالسه في داري كنقول عندي مشاكل ما عرفتش كيفاش ندير لهم، وانا ما نتحركش وما نخدمش على راسي وما ندير حتى شي حاجه، راه ما يمكن حتى حاجه ما تبدل. واخا ما نوضش نصلي، واخا نصلي ليل ونهار ونربط الليل مع النهار، وانا نصلي 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 وجالسه في بلاصتي وكنقول يا ربي ساعدني يا ربي دير لي. الله سبحانه وتعالى كيفاش غيساعدك؟ الله سبحانه وتعالى يجيب لك ناس خصك تخرجي خصك تشوفيهم هما اللي يساعدوك، يجيب لك حوايج، يجيب لك ظروف خصك تمشي عندهم انتيا، انت حتحركوا وترزقوا. انا نفوض امري لله ونعمل نخدم، وربي سبحانه وتعالى ما عمره ما يخيب شي واحد. صح، برافو عليك، شكرا بزاف بزاف هاد لافورماسيون اللي عطيتينا. العفو العفو، استفدنا بزاف هاد لايف. انا نشكرك جزيل الشكر، نتمنى لك ان شاء الله التوفيق في الاعمال ديالك. علينا وعليك والناس اجمعين، وان شاء الله ما تكونش اخر لايف، ان شاء الله مازال. مرحبا في اي موضوع. الله يحفظك. زواج، تربيه الابناء، انت ام وانا ام، درونا نعطيه نصائح تربيه الابناء، يعني اي موضوع مرحبا. المهم ان شاء الله ان شاء الله تكون انت. شكرا للمتتبعين، شكرا للاخوه اللي كانوا معنا، وما يمكنناش نجاوبوا على كاع الاسئله، ولكن احنا قلنا معلومات اللي ان شاء الله تفيد الجميع ان شاء الله. الله يحفظك، شكرا، ربي يخليك، مع السلامه. سلامه.